بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول لي هناك تغيير دورة حياة ليزر الأرجون، ليزر الأرجون المستثار مع الضغط الجوي، بحيث تكون تاو هي 10، تاو تساوي 10^8 على 1 + بي، ويرمز لي البي هنا بالضغط الجوي الاتموسفيريك بريشر. عرفت ان التي ايضا تساوي 2000 كلفن. احسب الضغط الجوي الذي يساوي توسع الدوبلر. عندي الدوبلر برادننت المعروف جدا في هذا الاطار، وهو ايضا يشبه المثال السابق عند حله ان يعطيني التوسع خاص توسع دوبلر بهذه الصوره، يعطيني اكبر قيمه للشعاع الضوئي. وقال لي افرض بان اللاندا هي 488 نانومتر في هذا الإطار. طيب نقول هنا بأن الدلتا لنيو دوبلر هي 2 ميو دوبلر في الجذر التربيعي 2 كي تي ال ان 2. كيف حصل على 2؟ احلل سابقا ماذا نقصد بهذا الاطار في الميو سي تربيع. طيب لنبدا في حلهم واحده واحده. دعونا الان نعرف ماذا نقصد نحن في ميو بهذه الصوره، ماذا نقصد بها. نقول الان بان الميو هي عبارة عن سي على اللاندا. أعطيت لي اللاندا، إذا نقول أنها 3 × 10^8 على 488 × 10^-9. لو حللتها سيعطيني أنها 6.15 × 10^14 هرتز. بهذه الصورة. إذن عرفنا واحد من المطلوبات الآن. قال لي بأن طبعا أنا معروف أنه تي، أعطيت لي التي عبارة عن 2000 كيلفن، قال لي أنها 2000 كيلفن. الكي ثابت بولزمان معروف أيضا، هو عندي 1.38 × 10^23. أنا أضعها بدون وحدات، سأضعها. طيب ماذا أيضا؟ ال ان 2 أحسبها لنيو. تمام، أنا نيو بهذه الصورة، النيو تساوي تساوي نيو الأرجون هي عبارة عن الـ40، وهنا عفوا أقصد الام ماس هنا، هي الماس تساوي لميو على ان على ثابت افوكادو. طيب اذا فهي بناء عليها، انا اعتذر، هنا الماس تساوي لميو الارجون ثابت 39 وقصور، احنا نعتبرها 40، ثابت افوكادو معروف 6 × 10^23، 40 × 6.6 × 10^23 جرام. نحن نريدها في الكيلو جرام، إذا جرام 3 أصفار، إذا 6.6 × 10^26 كيلو جرام. طيب إذا نستطيع الآن أن نعوض في الآلة الحاسبة مباشرة في المعادلة. نقول المعادلة التي كتبناها في الأول، دلتا للنيو هي عبارة عن 2 × 6.15 × 10
أس 14 في 2 1.38 بولزمان زائد 23 درجة الحرارة أعطيت لي 2000 في ال ان 2 6.6 ضرب 10 أس سالب 26 في 3 ضرب 10 أس 8 تربيع عفوا. طيب الآن ماذا أنتظر؟ أعود في الآلة الحاسبة. دلتا نيو دي هي 3.12% حوالي 3.12% ضرب 10 أس 10 هرتز. هذا التردد الذي يعطيني ما الذي يعطيني شعاع يساوي توسعة دوبلر. طيب هو لم يطلب من هذا التردد، هو طلب إلي أن أجد ماذا؟ طلب إلي أن يعني طلب إلي أن أجد البي البريشر. إذا نتذكر أن الدلتا لنيو هي الدلتا لنيو عفوا الدي هي تساوي احتمال الحالة الأولى زائد احتمال الذرات في الحالة الثانية على 2 باي. مفروض أن أهمل الحالة الأولى الأرضية، مفروض أن أهملها لأنه مفروض أنا كتبتها بالسؤال، لكن هي مفروض أن تهمل. الدلتا نيو إذا أصعد دي 2 على 2 باي، إذا وصفوا عندي الآن A2 على 2 باي تساوي 3.12 ضرب 10 أس 10. طيب أذكر أن الـ A2 هي عبارة عن 1 على التاو. تمام، إذا نقول هنا 1 على التاو، ونتذكر أيضا أن A2 يعني نستطيع نقول أن الـ A2 على 2 باي تساوي 1 على 2 باي تاو، إذن عليه 1 على 2 باي التاو هي 10 أس سالب 8، 10 أس سالب 8، وفي الأعلى الآن يصبح 10 أس سالب 8 لأنه قل لي 10 أس سالب 8 على بي زائد 1، إذا على بي زائد 1 تصبح فيها الأعلى، سأكتبها بهذه الصورة حتى أسهل. بي زائد 1 ستساوي 3.12 ضرب 10 أس 10 بهذه الصورة. طيب ماذا نستطيع أن نقول الآن؟ عملية ضرب تبادلي، نضرب 2 باي 10 أس 9 سالب 8 في 3.12 ضرب 10 أس 10 سيعطيني الآن أن بي زائد 1 يساوي 1960.35. نأخذ 1 إلى هناك، تقريبا البريشر سيكون 1960 تقريبا بهذا. يعني 1960 ذرة تسبب هذا الضغط، تسبب هذا الضغط. أرجو في النهاية أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بالشير واللايك والاشتراك في القناة وكتابة التعليقات وطرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.